بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع المدرب محمد. واليوم بدي أكمل في التعامل مع الأحمر، إن كانوا اثنين أحمر أو أي نمط آخر مع الأحمر. لازم تفهموا شغلة، إن الأحمر، حتى أعيد، الأحمر بحب يأخذ القرار، هو بحب الحقائق، عنده ثقة بنفسه كبيرة كتير عالية، قوي الشخصية، متحكم، متسلط، اللي بدكوا إياه. الأحمر جبار على الأرض ولكن قلبه طيب، وبياخد الأمور بالحقائق، بعيش اليوم باللحظة. اليوم بدي أجيب مثل صغير كيف الأحمر ممكن يشتري فكرتك بسرعة وياخد ويعمل لك اللي بدك إياه. كزوجي عم بحكي، هلا زوجي اذا زوجها من هدول الناس. مثل وانت عمميه على كل الامور التانية. مثلا عندك سيارة الى 5 سنين عندك، وباخر سنة صارت عم تتصلح كتير وانت ما بدك اياها، صار موديل قديم بدك تجيبي موديل جديد، او خلينا نقول بيت عفش جديد او اي شغلة. هون انت شو بتعملي؟ هاي السيارة بتجيب الفواتير اللي انت تصلحت فيها السيارة، بتحسبيها كلياتها وبتخليها جاهزة، وبس بدك تقعدي مع جوزك بتكوني كمان شفت السيارة اللي قبل اللي بدك تشتريها، وشفت قديش سعرها، وإذا بدكوا تاخدوها تقسيط كيف كمان قديش التقسيط. يعني بتعملي دراسة على الموضوع كلياته، وبتيجي بتقعدي معه، لأنه أنت جمعت الحقائق، جمعت كل إشي، وجيت قعدت أنت وياه. يا جوزي بدي أغير سيارتي لأنه السيارة صارت عم بتكلفنا أكثر من إنه إذا إحنا جبنا سيارة جديدة. وهاي شوف، هاي الفواتير قديش كلفتنا هاي السنة مصاريف، وهاي قديش، وإذا جبنا سيارة جديدة هاي المصاريف بتروح، حيصير في أقساط هالقدي، صار في عنا تخفيف بالمصاريف هالقدي، بنقدر هدول نحطن لا مشروعنا الثاني اللي بدنا نروح فيه إجازة مثلا كذا. فهون بتلاقيه إيش هو لما شاف المقارنة وشاف الدراسة وشايفك أنت جاهزة وعم تحكي من ثقة، بياخد القرار دغري على السريع. ونفس الإشي عم بحكي للرجل لمرته إذا كانت نمط أحمر. لازم تعرفوا في اي مشروع، هلا انا جبت على وضعنا هون في دبي عائلات في دبي، من شان اذا حدا بيسمعنا من دول اخرى، كثير من المشاكل بتصير من هاي الشغلات في الامارات. هلا في دول اخرى ممكن تكون على شغلات اقل قيمة من السيارة، اقل يعني ممكن تكون على مشوار صغير على مطعم او على شوبينج، واحد يشتري شغلة للبيت يصير في عليها، حسب كل واحد والمستوى الاجتماعي اللي عايشه. بس المثل الطريقة هي نفسها تعمم على الكل، نفسها تعمم على الكل. بهاي الطريقة انتو بتكسبوا اول اشي انه وصلتوا للنتيجة اللي بدكوا اياها، اخذتوا السيارة الجديدة اللي بدكوا اياها، اخذتوا البرودكت او القطعة اللي انت حبيتها براسك، ان كان في دبي ان كان في اي دولة اخرى، اوكي، ان كان حتى في مخيم لجوء ممكن يكون في مشاكل من هاي النوع، مش سيارة، ممكن تكون طلعة شوي لحمة او اي اشي. نفس الموضوع، لازم نجيب الحقائق ونحطها ونحضر مظبوط بأي نمط من الأنماط الأخرى. لازم التحضير دائما حتى نوصل لنتيجة. بتمنى أكون هون شبعت النمط الأحمر مظبوط، الاثنين مع بعض
بالحقائق بأمثلة حتى تقدروا تتعاملوا مع بعض. انتوا صرتوا فاهمين النمط شو هو، وهاي مثل كيف تحلوا المشاكل بيناتكو. اسألوا كتير وما تنسوا مبدأ الحرية، هذا مبدأ مهم. مبدأ الثقة، الثقة بالنفس مهمة جدا، وخاصة مع النمط الأحمر. إذا صار في تحدي ما يكون في تنازل، ويكون التحدي على قده. يعني حتى لو وصلت لمواجهة، المواجهة لازم تحصل، مش لازم واحد يركب على الثاني. ما تخافوا من المواجهة، لأنه النمط الأزرق بخاف من المواجهة، والنمط الأخضر بخاف من المواجهة، النمط الأحمر والأصفر ما بخافوا من المواجهة. وبالعكس تماما، النمط الأحمر بحب المواجهات، وإذا واجهتيه بيعتبر أنه هذا المطلوب، هذا اللي بدي أنا في حياتي، أنه يكون على هذا المستوى اللي أنا منه، مش حدا أقل. وصدقوني كتير من العلاقات الزوجية اتدمرت على هذا الأساس، اتدمرت على هذا الأساس، مش لأنه هي مطيعة كتير، لأنها مش تواجهش المرأة. شو بيصير؟ الرجل ما بياخدها على أنه هاي ضعيفة، مش من مستواي. هون اللي بيصير، مش أنه هو صار يضغط يضغط يضغط، لا، أنت ما طلعت للمستوى. المشكلة مش عنده، هو هيك، المشكلة عندك أنت ما طلعت للمستوى هذا. هذا واحد. ونفس القصة، أوقات ممكن يكون الرجل مش نمط أحمر، بكون نمط تاني، والمرأة نمط أحمر، وبتصير هاي المشاكل. هاي راح أحكي عنها كتير في الحلقات القادمة، لما يكون الرجل مش نمط أحمر والمرأة نمط أحمر، بكون هي المتجبرة، بتصير تاخد الرجل على انه مش بمستواها، هذا مش رجال بتعتبره، مش انه هي بس حكمته، لا، ما بتعود تعتبره اصلا انه موجود بالنسبة لها. وهون الخطأ، هذا النمط الاحمر بدك تدير بالك كتير. ان كنت رجل او مرأة عندكو هذا النمط، بدك تديروا بالكو. اذا كان الزوج او الزوجي مش من هذا النمط، لازم انتو ترفعوا فيه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك تقنعيه يتغير ليوصل للمستوى اللي انت فيه حتى تستمر العلاقة، وإلا يعطيك العافية. ما تحاولي انت تحكمي او انت تحكم في حال النمط الاخر اللي عندك مش من نمطك. لازم تخليه يرتقي ليوصل للنمط اللي عندك، لازم تخليه يرتقي بعيدة، لازم تخليه يرتقي. كل إنسان حر بحياته. لاحظوا، الأخضر بهرب، الأخضر عنده الهروب وسيلة، بنهي العلاقة وبيطلع. الأزرق بيطول باله لفترة وبعدين بيطلع. الأصفر العلاقات مهمة له، بيضحي من شانها، ولكن بوصل لنتيجة حيط مسدود. أكتر شيء الأحمر، لأنه مجتمعنا ذكوري أحمر، قوامي للرجل، هذا موجود شئنا أم أبينا. ليتغير بده فترة، عم بتغير، في تغيير كبير صار. في كتير ناس عايشين مع بعض في علاقات اجتماعية رائعة جدا، وعم نشوفها. ارتقوا بشريك حياتكم، ما تضلكوا فوق، تكون العلاقة مش سليمة. انت حتزهقي، او انت حتزهق، لانه بدك مين. بعدني حاكي في الحلقة الماضية انه احنا منحب نتعامل مع اللي من مستوانا، مع اللي بيفهم معانا، مع اللي بيفكر نفس الطريقة. لما يكون في تفاوت، في مشكلة كبيرة، بتكون مشكلة. اما بدنا نمشي الحياة، اما من شان الاولاد، اما منصير نطلع برا. هذا موجود، ما تهربوا من هاي الحقائق، هذا موجود. بتمنى تكون اليوم الحلقة فاتتكم كتير. ان شاء الله في الحلقات القادمة حنمشي لقدام ونبلش بالأنماط الاخرى. وشاركوا، بركي رب العالمين بفيد فيكم كمان عائلة اخرى ممكن تستفيد من هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.